بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم ولقاءنا الجديد مع الحلوة بلادي. طبعا لكل موضع في الحلوة بلادي قصص كتير، وللعدلية قصص كتير، ولكن عاوز أتكلم على الملك العدل. المؤرخين بيبالغوا في الشخصيات، منهم اللي يرفع الشخصية لأعلى سماء واللي يخسفها إلى أسفل الأرض، ولكن لابد أن احنا ننظر بعين الإنصاف. من الشخصيات؟ شخصيات المؤرخين اللي عظمت الملك العادل وبلغت في الإطراف والثناء عليه سبطة ابن الجوزي، وده كان راجل معاصر للأحداث ولكن كان عايش في بغداد. ولعل سبب إطراء سبط ابن الجوزي على العادل أن صدر الدين ابن حموي شيخ الشيوخ كان دائم التنقل بين مصر وبغداد لنقل الأخبار للخليفة العباسي في بغداد. وصدر الدين ابن شيخ الشيوخ رجل عظيم التقوى والورع، وكان كبير الصوفية في عهد الدولة النورية في الشام، وكان له مكانة له هيبة وله سمت وعليه صلاح. ولذلك كل كلام هيقوله هيعتبر مصدق عند سبط ابن الجوزي. نشوف مثلا بيقول ان العادل كان اجود الناس في الشدائد، في حين ان المؤرخين بيقولوا انه جماع للمال، ولكن بيقولوا ان الراجل ده في الشدائد كان اسخى الناس. على سبيل المثال حصلت مجاعة في مصر في عهده سنة 597 واستمرت لسنة 599، وبعد المجاعة حصل وباء عظيم. فبيحكي ابن الجوزي ان العادل كان بيتجول في الشوارع ليلا بيوزع المال، وانه تكفل بكفن 300 ألف من الغرباء ماتوا في الوباء. وايضا بيقول انه لما كان بيصيبه غم او مرض كان بيبيع كل شيء يمتلكه حتى الفرس والعباء او يتصدق بثمن. ايضا بيقول طهر البلاد من الخمر والخواطئ العاهرات يعني، والمكوس الضرائب والمظالم. ولكن هنلاقي الصفدي صاحب الوفي بالوفيات بيتعقب سبط ابن الجوزي ويقول ان ده من المبالغات، واضح ان الكلام مبالغ فيه. ويذكر ان العادل كان محبا للعلم، ودي حقيقة كل المؤرخين اجمعوا عليها، وان الراجل الملك العادل تلقى الحديث على ايد الحفاظ الكبار في اسكندرية، خاصة منهم السلفي الحافظ المحدث، وايضا في القاهرة. ولذلك العادل هيأسس مدرسة للحديث الشريف في دمشق وتسمى باسمه المدرسة العادلية، وهي اول مدرسة متخصصة للحديث الشريف في العالم. هتكون المدرسة العادلية المكان الذي سينقل إليه جثمان الملك العادل، لأنه مات فجأة، فيأتي ابنه من دمشق ويحتال أنه دخله دمشق على شكل أنه هو صاحي، هيركبه في الهودج وجنب منه عبد، والشرابدار اللي هو المسؤول عن شراب السلطان بيجهز المشروبات ويقدمها، وطبعا العبد بياخد المشروب يشربه، فيظن من يرى أن السلطان حيا. ولما يدخل دمشق يغسله ويكفنه ويدفنه في القلعة قلعة دمشق، ويعلن وفاته بعد ما يكون سيطر على البلاد والأموال وأصبحت السلطة في إيده. وبعد ذلك يتم نقل جثمان الملك العادل من قلعة دمشق في التابوت لكي يدفن في المدرسة العادلية، مدرسة الحديث التي بناها. طبعا لا نستغرب ان هو يبني مدرسة للحديث، لان الرجل سني وهو من وطد للسنة بعد اخيه صلاح الدين. ولكن بمناسبة حديثنا عن صلاح الدين الأيوبي، هنا في درس عجيب. صلاح الدين الأيوبي انتزع الملك من ابناء نور الدين محمود اللي هو رأس الدولة اللي المفروض ان صلاح الدين واحد من رجاله، وكما صنع صلاح الدين مع ابناء نور الدين محمود سيصنع العادل مع ابناء اخيه صلاح الدين، فلن يبقى لابناء صلاح الدين شيئا الا وانتزعه العادل منهم ومن ايديه. لدرجة ان المؤرخين كابن الاثير يقول من الاتفاقات العجيبة ان الملك الافضل علي، اسمه علي ابن صلاح الدين ولقبه الافضل، ان الملك الافضل علي ابن الملك الناصر صلاح الدين لم يملك شيئا الا اخذه عمه العادل، فملك منه جميع البلدان حتى سارية من الرخام ببيت المقدس. في قطعة من الرخام على شكل عمود اخذها الملك علي ابن صلاح الدين واستردها منه
الملك العادل. المؤرخين بيقولوا ان العادل كان حسنا جميلا، وكان محظوظا، وكان مسعودا في جميع الأحوال، رزق السعادة في أولاده كما يقول ابن الفرات في تاريخ. رزق السعادة في أولاده لأن ليس هناك ملك من الملوك رأى ما رآه العادل في أبنائه. يقولوا أن العادل خلف 17، مات منهم 2 في حياته وتبقوا 15، خلف 19، مات منهم 2 وتبقوا 17، كلهم ذكور غير البنات طبعا. كل واحد منهم أعطاه مملكة وصار ملكا عليها، ورأى في أبنائه الزكاة والمعرفة والكفاية والفضيلة وعلو الهمة. أصبح في آخر حياته يتنقل بين البلدان، مملكته ومملكة أولاده، بيصيف في الشام علشان التلج والفواكه، ويشتي في مصر عشان اعتدال الجو. طبعا أبناؤه حينما تعاونوا حققوا انتصارا عظيما على الحملة الصليبية الخامسة في معركة المنصورة واسترداد دمياط، ولكن حينما تناحروا ضاعت البلاد من أيديهم. طبعا ليس كل المؤرخين يمدحون، ولكن اليافعي اليمني في كتابه مرآة الجنان يتحدث عن العادل ويقول: لم يكن محببا إلى الرعية لمجيئه بعد الدولتين النورية والصلاحية. وقول اليافعي بيذكرني بقول سيدنا عثمان رضي الله عنه لما قال: رحم الله الشيخ أجهد من جاء بعده. لما أكون رجل عظيم وبعد رجلين عظيمين سأظهر إلى جواره مع صديق. الحق أن أمنا عائشة كرهت أن يأم سيدنا أبو بكر الصلاة في مرض رسول الله حتى لا يتشاءم الناس منه. كذلك كان الحال مع العادل، هو محظوظ في أبنائه ومحظوظ في حياته وتمتع بكثير من النعم، إلا أنه لم ينل حب الرعية لأنه أتى بعد الدولة النورية والصلاحية. رحم الله الملك المجاهد وحفظ العدلية وحفظ الحلوة بلادي، وحديث موصول في لقاء جديد وعلى الخير.